المبالغه في المساله خلت واحد رياضي كبير زي المهندس شريف حبيب. شريف حبيب عنده تجربه كبيره جدا مع المقاولين العرب، وفاكرين انتوا تجربته مع محمد صلاح والنني وازاي قدر يطلعهم بره بشكل كويس. كتب المهندس شريف حبيب تويته مهمه: الاهلي انقذ رمضان صبحي واعاده للملاعب باستعارته ودفع الكثير من اجل ذلك، وكان على رمضان ان يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه، ولكنه المال، ولكنه المال لغة العصر الذي طغى على كل القيم. أعتقد أن مسيرته الاحترافية خارج مصر ستكون صعبة جدا وربما انتهت، فالدوري المصري لا يفرز مستويات عالمية وخاصة في الوقت الحاضر. الفائز الأكبر في الصفقة هو نادي هيدرسفيلد، فقد استغل كل الأوراق لصالحه. ده كلام شريف حبيب، اتفضل. يعني مسألة برضو متفق مع 90%، ها؟ ومختلف في 10% لأن ما أحبش أتمناه. إن مسيرته الاحترافية بقت صعبة أو انتهت. أتمنى إن هو برضو يكون مؤكد اتعلم أو هيتعلم الفترة اللي جاية حاجات كتير. أنا مش عايز المسألة تبقى مشاعرنا من النوع ده. يعني موقف يخلينا نتجنن من الحب، وموقف تاني يخلينا يعني ننفجر من الغضب يعني. خلينا موضوعيين شوية. الإيجابية اللي لازم تنتهي إليها هذه اللحظة إن هو زي ما حضرتك قلت، لابد إن في يعني سياسة التعويض للأفضل. أيوة، ما هو هنا هعديها كده يعني. ما انت ما كنتش هتعديها. لا بس انا يعني، وانا لازم تسالني. لا، ما انا علشان الجمهور مشيت لي رمضان، مشي رمضان في 40 لاعب ربما يكونوا احسن من رمضان، وربما يفيدوا الفريق احسن من رمضان، ورمضان ربنا يوفقه. بقول لكم ابن من ابناء الاهلي، والحياه اختيارات، الحياه اختيارات. في ناس اختارت فرصه المجد، فرصه التاريخ، وفرصه المال، لانه مين قال الاهلي بيديهم ورقه كوتشينه؟ ما الناس دي بتاخد فلوس كتيره جدا. لكن في النهايه كل واحد وقناعاته. الاهلي كان عرضه ايه حسب كواليسك انت؟ الاهلي اثر في هذا الموضوع؟ لا، انا ما احبش اقول اسرار لم يصرح لي بالتصريح فيها. وهو امير قال جزء كبير منها. امير قال ان الاهلي قدم لهيدرسفيلد العرض اللي تم الاتفاق عليه وتلقى موافقه النادي كويس الانجليزي. هو انا هنا بس هنا النقطه اللي يمكن ليا ماخذ فيها، مش على الاهلي خالص. يعني انت سايبنا كابتن رمضان نتفاوض، واول ما نوصل لحال غيرنا يعني يروح يتفاوض من حيث انتهينا. هو دي النقطه. هو الحجم التوقع بتاع المرحله اللي فاتت هو ده. انا اكره حاجه بتضايقني، العبث بمشاعر الجماهير. العبث بمشاعر الجماهير. فطول فتره التفاوض في طبعا دغدغه و و و و وضغط، يعني دغدغه لمشاعر الجماهير، وضغط على مشاعر الجماهير بالاخبار السلبيه، ودغدغه لمشاعر الجماهير. سببها ايه؟ ان التصريحات مش الاهلي اللي قالها، مش هي نسبت في معظمها للكابتن رمضان، ان انا مش هلعب في مصر غير للاهلي. وربما على فكره مش معنى كده انه كان بيلعب بيا ولا حاجه، يجوز هي دي كانت نيته ساعتها، بس لقى رقم. ها، الله اعلم. انا شوف، انا دائما يعني اترك الزمن يفسر الاحداث. ليا قراءاتي، ليا قراءاتي، لكن انا مش عايز اقول ان هو يعني اصل ايه الخطه دي يعني؟ يبقى قاعد بيخطط يعني؟ لا، يعني ما توصلش لدرجه انه يبقى بيستدرج الاهلي ان يروح يتفاوض وهو مش ناوي يقعد من الاول. لو كده تبقى حاجه مش كويسه ابدا يعني. لكن لو كانت دي نيته وبعدين جات له عروض ضخمه، في كلام انه كان بيقعد مع الزمالك ايضا. لا، هنا تزعل بقى ليه؟ لانك بالظبط وصلنا لنفس الاسلوب بتاع كابتن عبد الله السعيد. يا سيدي، يقول انا اللي هيقدم العرض الاكبر هاخده، يبقى النادي الاهلي عارف هو بيتفاوض. ها، قبل ما يعلي سقف العرض بتاعه، انا هقف لحد هنا وخلاص. ما هو انت كل عمليه بتخرج عن حجمها حتى لو مش عندك بتسمع في السوق كلها.